طالبة جود وليد بهواني، أدرس في الصف الثاني ثانوي في الثانوية الثانية بينبع الصناعية. بدأت رحلتي مع موهبة في الصف 5 ابتدائي ودرست معهم 5 سنوات وهذه السنة السادسة. أهلي وأستاذاتي يعني اكتشفوا فيني هذه الموهبة ونموها لأن وصلنا لهذه المرحلة الحمد لله. طبعاً أهلي في المرتبة الأولى وبرضو معلميني مرة ساعدوني كثير ومدارسي يعني. صقلت شخصيتي وخلتني أعتمد على نفسي أكثر، هذا بالنسبة للحياة. وطبعاً علمتني في الرياضيات أشياء أكثر استفيد منها، يعني حتى مناهج المدرسة صارت أسهل، ولما جينا هنا كاوس صار إنه لازم تعتمد على نفسك، فهذا من الأشياء من أهم الأشياء اللي كسبتها من برامج. حصلت ميداليتين برونزيتين في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات سنة 2020 و2021 الحمد لله. طموحي أخذ الميدالية الذهبية في أولمبياد الرياضيات الأوروبي للبنات بإذن الله، وأكون ثانية سعودية حققت هذا الشرف. قاعدة أشد حالي وأدرب نفسي أكثر عشان أقدر بإذن الله أحقق هذا الإنجاز بإذن الله. أحل مسائل أكثر من مواقع الإنترنت ومن الكتب برضو، وأحاول إني أفهم كل حاجة يعني. الآن التدريب عندنا 8 ساعات، إحنا الرياضيات عندنا 4 مواد: تركيبات ونظرية أعداد وهندسة وجبر، فمقسمة للأوقات على هذه 4 مواد نتدرب عليها يعني بشكل عام، يعني ما في موضوع معين بس نتدرب وبعدها ندخل الاختبار عشان نشوف اللي درسناه إذا هو يعني أجد نفع ولا لا. لا تضيعوا نفسكم بسفاسف الأمور لأنه ما راح تفيدكم أبداً، واستغلوا وقتكم فيما ينفع يعني.